سلام الله عليكم إخواني أينما كنتم. ما هو أنا كان بإمكاني أفوت على المدينة مباشرة على فاس ونبدأ نمسكهم واحدة واحدة، فجئنا إلى أهل مكة وأهل مكة أدرى بشعابها وحكولي لا بنفعش، لازم تيجي على هاي التلة ومن هون تبدأ سلسلة فاس يا كرام. طبعا بعد شوي أنا حكي لكم مع مين أنا جاي. هذه مدينة فاس، ولما نحكي فاس يعني بنحكي عن الأدارسة، بنحكي عن الأدارسة وطبعا كانت عاصمتهم، وبنحكي عن المرابطين، وبنحكي عن الموحدين، وبنحكي عن المرينيين أيضا وكانت عاصمتهم، وبنحكي أيضا عن السعديين، وبنحكي عن العلويين. هنا ومن هنا مرت هذه الدول كلها، كل دولة إلها لمسة، كل دولة إلها أثر، إلها مكان في هذه المدينة العريقة. وبالمناسبة في التاريخ العثماني كانوا بيسموا المغرب فاس نسبة إلى هذه المدينة، فالمغرب كلها اليوم اسمها في التاريخ العثماني فاس. تمام، هاي هيك على جنب، خليها معك على جنب. طيب كيف تم اختيار هذا المكان اللي صار اسمه فاس؟ ما هو ما كانش في مدينة اسمها فاس، صار في عنا مدينة اسمها فاس، ومدينة ليست بسيطة، مدينة كبيرة، مدينة عريقة مليئة بالتفاصيل اللي بعون الله، بعون الله حنكون أنا وياكم مع بعض فيهم واحدة واحدة حتى نتعرف على هاي المدينة الجميلة. الذي أسس هذه المدينة هو إدريس الثاني، ولكن كيف؟ عندما اختلف إدريس الأول مع العباسيين في 169 للهجرة انتقل وجاء إلى مكناس، إلى تحديداً وليلي قريبة من مكناس، يعني مش بالضبط في مكناس، وهناك بويع دعنا نقول والياً على تلك المنطقة. ومن ثم إدريس الثاني ابنه جاء إلى هذه المنطقة وبدأ بتأسيس مدينة فاس. وأنتم بتعرفوا بالحضارة الإسلامية إحنا مشان نبني مدينة لازم في 4 شروط أساسية ورئيسية. ما هي؟ أن يكون هناك مصدراً للمياه، واد يجري فيه الماء ويأخذ ما يخرج من، خلينا نحكي باللغة العربية، من فضلات أهل المدينة ويجرها ويسحبها، وهذا شرط أول. الشرط الثاني أن يكون للمدينة أسوار تحميها، والشرط الثالث أن يكون هناك مكان يصلح للزراعة، فلا بد أن نزرع من أجل أن نأكل. والشرط الرابع يجب أن يكون هناك غابة، بمعنى آخر بلغة اليوم يجب أن يكون هناك حدائق هي مصدراً للطاقة، يعني تخرج لهذه الحديقة، لتلك الغابة، من أجل الناس والشعب أيضاً. فهذه الأربع مواصفات انطبقت على فاس، وإحنا بنعرف أنه يتم إحضار قطعة لحم من أجل فحص هل يصلح هذا المكان للعيش ولا لا. أكيد سمعتوا في الحضارة الإسلامية أننا نأتي بقطعة لحم ونضعها عدة أيام، عدة أسابيع، وإذا لم تضرب بالعفن إذن هذا المكان يصلح للعيش. وعليه تم اختيار هذا المكان ليكون مدينة اسمها فاس. أيضا من الأشياء المهمة جدا لازم نعرفها عن فاس إنه هي مطلة على واد اسمه واد سبو. شايفين السهول الخضراء اللي هناك؟ هذا واد سبو، هذا واد مشبوك بواد فاس أساسا، يعني قصة مصادر المياه. لأنه هذا شو أهميته الواد؟ هذا له علاقة بموارد المياه، وله علاقة بالزراعة وتأمين المدينة باحتياجاتها. فهذا واد، هذا ثاني أهم واد في المغرب وليس فقط في فاس. معلومة حبيت أحطها بين إيديكم. من هذا المشهد البانورامي هنا وخلفي مدينة فاس العتيقة، هذه العتيقة، مدينة فاس العتيقة، وهناك مدينة فاس الجديدة على اليمين، هناك مدينة فاس اللي كانت تحت الانتداب الفرنسي أو الاحتلال الفرنسي، هم اللي أسسوها الفرنسيس. لكن الحديثة جدا، فاس الحديثة جدا، هي هناك بين سفحي الجبال البعيدة جدا خلف المدينة القديمة. ما يهمنا في الموضوع هو المدينة القديمة هذه اللي فيها عاد جامعة القرويين، وهناك الكثير من التفاصيل، واللي فيها الأسوار، أسوار الموحدين وآثار المرابطين الذين مروا من هنا، والمدارس المرينية والمساجد الموحدية والآثار السعدية والآثار العلوية. كل هذا بعون الله سنأتي عليه واحدة واحدة في سلسلة فاس المدينة المغربية. وإن لم تكن هي العاصمة اليوم، ولكنها ليست عاصمة سياسية، ولكنها عاصمة تبقى لأهميتها التاريخية والحضارية. أما اسم فاس، من الذي سيحدثنا عنه؟ الدكتور يوسف العلوي،
المتخصص بالتاريخ الإسلامي، هو الذي حقيقة يرافقني في هذه الرحلة، وهو الذي سيصور الفيديو القادم من هنا لكي يحدثنا لماذا سميت فاس بهذا الاسم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. هذه فاس، فاس والكل في فاس، فاس الحضارة، فاس العلم، فاس السياسة، فاس الاجتماع، فاس المغرب. يقول سادتنا وأساتذتنا في التاريخ إننا لا نستطيع أن نتحدث عن الإسلام وعن العربية بالمغرب قبل بناء مدينة فاس. سر الاسم أول ما يمكن أن نتحدث عنه كما تفضل أخي أستاذ مراد بارك الله تعالى فيه، من أين جاء هذا الاسم؟ اسم فاس، هناك روايات متعددة، ذكر المؤرخون حوالي 7 روايات، أشهرها قالوا إنه من الأداة التي يحفر بها الفأس، أعطني الفأس، مد للفأس، خذ الفأس، هات الفأس، هذه واحدة. وأستبعدها لأن عادة المسلمين، عادة العرب، لا يسمون المدن بأسماء الآلات، وإلا لوجدنا يعني مدينة كذا من الآلات التي يحفر بها أو كذا، وهذا غير موجود عند المسلمين، فلذلك نستبعد هذه. الثانية قالوا إن المولى إدريس حين أراد التدشين سلمت له فأس معينة بمواصفة معينة، بدأ بها الضربة الأولى قالوا أو أنه كذا، وهذا مقبول، ولكن عموما المسلمون والمولى إدريس كان من الزهد بحيث لا يرضى أن يسلم له فأس من ذهب أو كذا وهو يعلم، والرجل كان فقيها، فلذلك نستبعد هذه الرواية أيضا. قالوا كذلك إنهم أثناء الحفر في الأسس وجدوا فأسا طوله كذا وعرضه كذا، وهذا أقرب إلى الأسطورة. وذكروا حتى بعض المؤرخين المتأثرين ربما بالتأثير الروماني، قالوا ربما آتي من فاستس دي، فاستس فت فتي، أي الحفل أو الاحتفال، وهذا يليق بفاس، هي مدينة فعلا الأعياد ومدينة الأعراس في تاريخ المغرب، ولكننا أيضا نستبعد هذه الرواية. أقرب ما يكون رواية تقول بأن الأصل اسم الأمازيغي أسيف، أي الوادي، ومعروف أن في اللغة الأمازيغية في المغرب أسيف تعني الوادي، أسيف، ساف. المولى إدريس إنما قلب فقال فاس، ومعلوم أن مدينة فاس بنيت على 4 أودية، أشهرها وادي فاس، وهناك أودية فرعية، بل هي على فرشة مائية ضخمة جدا، حتى المساجد والحمامات والرياضات، ولديها آبار من تحتها. القرويين مثلا كان كل مائها للوضوء وللشرب منها، المولى إدريس وغيره، فإذا فاس مبنية على ماء، وهذا أليق وأقرب. وعندنا في المغرب قرسيف، وعندنا أسفي، وعندنا تنسيفت، فمعنى هذا الاسم رائج في الطوبونيمية المغربية، في الأعلام الجغرافية المغربية. وأقرب منه، وقد ذكره عدد من المؤرخين منهم الجزنائي ومنهم ابن أبي زرع، قالوا كانت هناك قرية، يعني فاس لم تكن خالية تماما حين جاء المولى إدريس، هو معلوم أنه اشتراها من آلية من بني زغيتن، بني يزغى الاسم الحالي، كانت هناك قرية موجودة اسمها فاس، وهذا يحل الإشكال تماما. فالرجل قبل بهذا الاسم وأعجبه، وحتى هذا الاسم أيضا مرتبط بالوادي، فلذلك نرجع أساسا إلى، أو نرجح كما رجح عدد من المؤرخين، أن هذا الاسم آت من الوادي، الوادي الماء، الوادي النظافة، الوادي الطهر، الوادي كما ذكر أخي أول شرط من شروط اتخاذ مكان ما مدينة في الحضارة الإسلامية. حتسألني طيب في فاس أنت شو حتعمل في فاس؟ في فاس لازم نعرف أول شيء الجهات. إحنا مباشرةً معانا الشرق، وبالتالي اتجاه القبلة، شايفين هذا السفح؟ هذا السفح التي بنيت فيه مدينة فاس، ففي الشرق هيك هذا اتجاه القبلة، وطالما الشرق هيك فورانا هيك مباشرةً الغرب، على يميننا هون الشمال وعلى يسارنا هون الجنوب، تمام؟ هاي الجهات الأربعة بالنسبة لفاس. طيب إيش التقسيمات الأساسية؟ لازم نعرف إنه إدريس الثاني عندما جاء إلى فاس أول ما بنى العدوى الشرقية اللي فيها مسجد الأندلس، أو المسجد الأندلسي هي هناك مباشرة، ومن ثم انتقل إلى العدوى الغربية اللي فيها جامعة القرويين اللي هو المبنى الأخضر إحنا بنشوفه، حصور لكم إياه الآن مباشرة. وعليه في ملمح جدا مهم عمله إدريس الثاني، وهو إنه لما حب يعمل المدينة جاء واشترى من المقيمين فيها بيوتهم بمال حلال، مشان ما يكون في يعني أي شيء حرام في الموضوع، وبرضاهم، ومن ثم غادروا إلى أماكن أخرى، وفي الأماكن الأخرى سمح للناس، يعني حوالين موضوع القرويين، سمح للناس بأن يبنوا بيوتهم
وهذا كان بالمجان، يعني الأرض اللي أنت بتبني عليها بيت يصبح لك وعليه. هذا العدل شجع الناس إنها تيجي وتسكن هنا في فاس، فبدأوا الناس يتوافدون، ومن أهل فاس الأصليين بنوا بيوتهم وسكنوا، وبدأ يتشكل شيء اسمه مدينة فاس. طيب إحنا شو حنزور شباب في مدينة فاس؟ حنزور المؤسسات العلمية اللي عملوها المارينيين على وجه التحديد، اللي عملوها المرابطين، الموحدين، السعديين، العلويين إلى آخره. سنزور المؤسسات التعليمية أيضا، سنزور بعض الأماكن العسكرية من قلاع وحصون دفاعية والآخره. يعني على يساري هون قريب جدا سنشاهد أحد الأبراج اللي عملوها السعديين مثلا، مباشرة مقابله على تل، على التل هناك سنجد أيضا أن هناك البرج الشرقي، وهذا أيضا من آثار حضارة الدولة السعدية. فلدينا رحلة شيقة وجميلة هنا في فاس، أسأله تعالى أن تكون مفيدة وقيمة وشيقة ومفيدة، وأتمنى أن تتابعوا وأن تشيروا وتتفاعلوا مع هذه السلسلة، لأنها من أجل الأجيال القادمة، حتى هاي الأجيال تعرف عن بلدها وعن تاريخها من وين جاء، تمام؟ وجزاكم الله خيرا. لذلك حط لابنك على يمينك وبنتك على يسارك، واقعد وابدأ شاهد سلسلة المغرب ومدن المغرب، وعلى وجه التحديد مدينة فاس. إلى اللقاء.